لو لاحظنا هاي الدائرة، في عندنا القوس أبي اللي هو باللون الأسود. طبعا الأبي بشكل قوسين، أي نقطتين في المحيط الدائرة راح يشكلوا قوسين، تمام؟ القوس الصغرى أبي اللي هي باللون الأسود، وفي عندنا القوس الكبرى اللي هي باللون الأزرق كمان أبي. بس حتى نميز بيناتي فراح نضيف نقطة إضافية على القوس الكبرى اللي هي N، فراح نسمي A N B، هذا كمان قوس عشان نميزه عن القوس AB اللي هو باللون الأسود. وتر القوس الصغرى AB هو المستقيم AB، وتر القوس الكبرى AB أو A N B هو كمان المستقيم AB. فإذا بنلاحظ إنه AB وتر مشترك للقوسين. ننتبه على هاي الشغلة، لما يكون في عندي نقطتين بشكله قوسين في الدائرة حتى نميز بيناتين، خاصة إذا كانوا واحد صغير وواحد كبير. فهو مثلا سمينا القوس الصغيرة AB، القوس الثاني حتى نميز عنا مثلا بنسميها ANB. إذا وجدنا النقطة ثالثة فمنضيفها على تسمية القوس، القوس ANB. يعني بصير نسمي القوس بأكثر من حرفين، تمام؟ مشان نميز بين الأقواس. وكمان أمر ثاني، ممكن يكون لقوسين نفس الوتر مثل الشكل هذا. هلا بدنا نشوف أول زاوية في الدائرة اللي هي الزاوية المركزية في الدائرة. طبعا سميناها مركزية لأنه رأسها يقع على مركز الدائرة. خلينا أول شيء نتذكر الزاوية. الزاوية بشكل عام في لها رأس وفي لها ضلعين، بنسميهم ضلعي الزاوية. كل زاوية فيها ضلعين وفي لها رأس. فالزاوية المركزية في الدائرة رأسها يقع على محيط على مركز الدائرة. زاوية رأسها هو مركز الدائرة، وأضلاعها راح تكون أنصاف أقطار في الدائرة. مثال هاي الزاوية X O Y، رأسها هو الـ O نفسه مركز الدائرة، وأضلاعها اللي هني X O و Y O أنصاف أقطار في الدائرة. هاي الزاوية الأولى في الدائرة، الزاوية المركزية، رأسها هو مركز الدائرة وأضلاعها أنصاف أقطار في الدائرة. بالنسبة لقياس الزاوية المركزية، الزاوية المركزية تقاس بقياس القوس التي تحصرها. يعني طبعاً نحن نقيس الأقواس كيف؟ بالدرجات مثل الزوايا. الدائرة ككل قياسها 360 درجة، فالقوس هو جزء من الدائرة، جزء من قوس الدائرة. فبنحسب قياس القوس عن طريق الدرجات مثل الزاوية. قياس الزاوية المركزية يساوي قياس القوس التي تحصرها، أو ممكن نقول القوس المقابل، نفس المعنى. يعني الزاوية O هاي المركزية قياسها يساوي قياس القوس المقابل AB، أو القوس التي تحصرها AB. لحتى نعرف القوس المقابل ما بدأ شيء، ضلعي الزاوية هن بيحددوا لي القوس المقابل أو القوس المحصور بيناتين. مثل ما نحن ملاحظين، الضلع الأول XO والضلع الثاني YO، مين بيحصره؟ بيحصره القوس AB، فرح يكون هو القوس المقابل للزاوية المركزية. فإذا أول معلومة نثبتها في مخنا أنه قياس الزاوية المركزية يساوي قياس القوس المقابل أو القياس القوس التي تحصرها. طيب، في عندنا نشاط بسيط صفحة 46. في عندنا الدائرة التالي، مثلثين قائمين داخل الدائرة. المطلوب ما قياس القوس AB؟ قياس القوس AB، مثل ما احنا ملاحظين انه هاي الزاوية القائمة هي زاوية مركزية. ليش؟ لأنه رأسها واقع على المركز وأضلاع أنصاف أقطار. فحسب القاعدة قياسها يساوي قياس القوس المقابل. مين القوس المقابل لهي الزاوية؟ القوس المقابل هو القوس AB، يعني راح يكون قياس AB كمان 90 درجة. قياس القوس AB يساوي 90 درجة، اللي هو نفسه قياس الزاوية المركزية المقابلة. كمان بدنا قياس القوس DC. القوس DC
أيضا يقابل زاوية مركزية اللي هي DOC، زاوية مركزية قائمة، فراح يكون كمان القوس المقابل نفس القياس، يعني DC القوس يساوي 90 درجة. كمان القوس BD، القوس BD يقابل الزاوية أيضا المركزية اللي هي BOD، هاي قياسها 35 درجة، فراح يكون كمان القوس المقابل قياسه 35 درجة. هيك ممكن نحسب قياس القوس المقابل لزاوية مركزية. وكمان ممكن العكس يكون صحيح، انه اذا عندنا قياس قوس ولازمني قياس زاوية مركزية مقابلة له، فراح يكون قياسه نفس قياس القوس. بدنا نذكر كمان معلومة او ملاحظة، الدوائر المتحدة بالمركز طبعا راح يكون مركزه هو نفسه، ولكن الفرق انه راح تكون انصاف الاقطار مختلفة مثل ما شايفين بالشكل هذا. هاي دوائر متحدة بالمركز، المركز هو نفسه لجميع الدوائر، ولكن الاختلاف انه انصاف الاقطار راح تكون مختلفة عن بعضها. كمان الدائرتان طبوقتان، مين هني؟ هني دائرتان تساوى طولا نصفي قطريهما، يعني دائرتين طبوقتين بيكون نصفي القطرين فين هو نفسه. إذا ملاحظين هذول الدائرتين نفس الشكل بالضبط، فراح نسميهن دائرتين طبوقتين، مثل ما حكينا عن المثلثين طبوقين، بيكون الشكل نفسه وبيكون الحجم نفسه. أما المثلثين المتشابهين بيكون في تشابه بالشكل، أما الحجم مو شرط يكون نفسه. كمان معلومة إضافية، كل قطر في دائرة يقسمها إلى قوسين طبوقين، قياس كل منهما 180 درجة. طبعا ليش؟ قياس الدائرة كلها 360 درجة، فأي قطر في الدائرة راح يقسمها لنصفين متساويين، كل قوس منهم يساوي 180 درجة، نصف قياس الدائرة.